الانبوت ده ويدخله للبرنامج، وبعدين احنا بنحوله لانتجر. تمام، المفروض بقى نعد عدد الديجيتس اللي في الانتجر ده. فدي وايل لوب عاديه جدا. بتعمل ايه؟ بتقسم الرقم ده على 10 وانكريمنت الديجيتس بواحد. اظن ده بروجرام سهل يعني. وهنا بس في غلطه، شايفين الريتيرن توتال ديجيتس دي غلط، المين مش بتترن حاجه. فالمفروض هنا بدل ريتيرن توتال ديجيتس تكتب سيستم دوت اوت دوت برنت التوتال ديجيتس. ماشي، ما ايه ما تعملش ريتيرن للتوتال ديجيتس عشان الكود يكومبايل معاك. فده كده اللي انت هتعمله. فده كده الكلاس او الكود المطلوب مننا ايه، نعمل له تيست. تمام، فاحنا هنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما نكتب الكود ده ننقله، يعني هتنقلوه وتختاروا بس السطر ده عشان يران معاكم. هتكتبوا تعملوا كلاس للتيستنج زي ما متعلمين عملنا قبل كده، وتعملوا ايه، خمسه تيست كيسز. ماشي، حاولوا تكفروا الكيسز على قد ما تقدروا. طيب احنا اول مره نتعامل مع حاجه بتاخد انبوت وبتطلع اوتبوت لليوزر، صح؟ احنا دايما كنا بنتعامل معانا فانكشن ليها انبوتس، كنا بنفيد الانبوتس دي للفانكشن وبنتريف الاوتبوتس، صح؟ احنا اول مره نتعامل مع المنظر اللي قدامنا ده. طيب ازاي بقى نتست حاجه فيها سيستم دوت اوت برنت وحاجه فيها سكان ان؟ ازاي نتعامل مع حاجه بتاخد يعني انبوت لليوزر من السكانر وبتطلع له الاوتبوت على السيستم اوت؟ اللينك ده فيه تشرح بالتفصيل، فكل اللي انت هتعملوه هتخشوا على اللينك ده وتشوفوا الخطوات اللي هو عاملها عشان يتست حاجه فيها ستاندرد ان واوت بالجافا. سهل سهل، خلاص. تمام، هنا بعد كده بيفكرك ازاي بتعمل تيست. اظن احنا عارفين الكلام ده. هنا بنكريت كلاس بسميه كالكوليتر تيست مثلا، وادي فانكشن فيها تيست كيس، خلاص. هنعمل لها نوتيشن بالنوتيشن اسمه تيست ده، وهنكري هنا بيديك اكزامبل. ماشي، كلاس انستنس من الكلاس اللي اسمه كالكوليتر، وبيران الفانكشن اللي اسمها ايفالويت، وبيقارنها مع الاكشن. فانا مديها 1 2 3، فالمفروض هو عامل فانكشن اسمها ايفالويت بتاخد سترينج، فالمفروض تدي له 6 يعني. تمام، فده التست بتاعه. فده المطلوب منكم في اول جزء في التجربه، هتكتبوا الكلاس ده وتصلحوا التعديل اللي قلت لكم عليه، وتعملوا تيست كيس زي ما مشروح هنا ازاي تعمل تيست كيس للانبوت اهو. ماشي، واعملوا 5 تيست كيسز. دلوقتي الساعه 11 وربع، نسيبكم ربع ساعه ونرجع 11 ونص. ماشي، تكونوا ايه خلصتوا عشان نتناقش في العمل. خلاص، بعدين بقى هنا الشغل كله بقى. السطرين دول بيريدايركت الانبوت، بدل ما يروح يقراه من الكوماند لاين هيقراه من الايه، من البايتس اللي انت عملتها. فكانك هتفيد البايتس دي، البايتس دي جت منين؟ جاب اليوزر انبوت ده اللي هو السترنج دوت جيت بايتس، فحول السترنج ده لبايتس واداها لبايت اري انبوت ستريم، خلاص. فكده عمل بايت اري انبوت ستريم. الانبوت ستريم ده بص عمل له باس للسيستم ان. فدلوقتي السيستم بدل ما يروح يقرا من الكوماند لاين هيروح يقرا من الانبوت ستريم ده. في كده مشكله في السطرين دول؟ اظن سهله، صح؟ تمام كده. العكس بقى ايه في الاوتبوت؟ هيروح يعمل بايت اري اوتبوت ستريم، خلاص، ويعمل برنت ستريم يديها البايت اري اوتبوت ستريم ده، ويسيت السيستم اوت للبرنت ستريم. فبدل ما البرنت كان بيروح يطلع السي ام دي هيطلع البرنت ستريم ده، خلاص كده بس. وبعدين اللي عمله ايه بقى؟ عمل ران الابلكيشن. هو الكلاس بتاعه اسمه ابلكيشن، في الفانكشن اللي فيه اسمها مين. فاحنا هنعمل ايه؟ الكلاس بتاعنا اسمه كاونت توتال ديجيتس. عاوز ترنه تعمل ايه؟ تول كاونت توتال ديجيتس دوت مين، والمين هنا ستاتيك فمش محتاج تكريت انستنس من الكلاس اصلا. فهتقول كاونت توتال ديجيتس دوت مين، وما فيش انبوتس ارجيومنتس عندك فاديها نل، كده كده مش بنستخدمها جوه، صح؟ وبعدين تقول بي او اس دوت تو سترينج. البي او اس ده اللي هو ايه؟ البايت اوتبوت ستريم ده، تحول اللي فيه لسترينج وخلاص وتقراه. يبقى هو ده الاكشوال بتاعك، وتقارن بعد كده بقى الاكسبكتد بالاكشوال، بس كده. خلاص تمام يا باشمهندس، شكرا. العفو. حد تاني عنده سؤال يا جماعه؟ حاجه مش واضحه؟
معلش يا باشمهندس، هو احنا لما بنيجي ندخل الانبوت انا ما فهمتش التان، يعني انا ما فهمتش الحتة اللي موجودة واحنا بندخل الانبوت دي. ماشي، مش فاهم الحتة بتاعت اليوزر انبوت صح؟ اه دلوقتي احنا عاوزين نسيميوليت ان اليوزر دخل مثلا سترينج فيه 1 2 3 ماشي، وعاوزين يدخلها، فلما يجي عند السطر ده يروح واخد ال 1 2 3 اللي احنا دخلناها دي. احنا لو عملنا، تعالوا نعمل ران الابلكيشن ده دلوقتي، الكلاس ده ماشي، هو كده انا اعمل له ايه؟ ران. هيعمل ايه بقى الابلكيشن ده لما يرن؟ قاعد مستني الانبوت بتاعك، فانا ادخل له ايه؟ 1 2 3 ديجيتس اهو، هياخد النمبر ده ويابلاي عليه الالجوريزم الصغير ده ويطلع لي التوتال ديجيتس صح؟ فطلع لي 3. تعال نرن تاني، نجرب حاجه تاني. دلوقتي انا بعمل تيست ماشي، بس ايه؟ مانيوال بايدي. تعال ندخل 1 2 3 4 5 6، بيطلع لي 6. جميل كده. احنا عاوزين نعمل الكلام ده بس بيونت تيست اوتوماتيك، مش عاوز بقى اجيب انا واقعد ادخل التست كيسز دي بايدي ماشي. فهعملها ازاي؟ هخلي بدل ما السكانر ده يروح ياخد الانبوت من التيرمينال من الكونسول، يعني ياخده من الانبوت انا عامله. فازاي بقى هنعمل الحركه دي؟ الانبوت السترنج اللي اليوزر عاوز يدخله هكتبه هنا. سيبكم يا جماعه من الايه، من ده، هو بيفورمات السترنج ماشي، مش هنعمل احنا فورمات للسترنج، هندخله ايه؟ 1 2 3. هندخل التست كيس سترنج عاديه، هو هنا بيعمل فورمات مالناش دعوه. وبعدين هنباص البايتس بتاعت الانبوت دي اهي، يوزر انبوت دوت جيت بايتس للبايت اري انبوت سترينج. ونخلي بقى البروجرام لما يجي يسحب السكانر ده ينفذ السطر ده يعمل ايه؟ يروح ياخد للسيستم دوت ان اللي احنا حاطينه هنا، فياخد البايتس اللي احنا دخلناها تست كيس، يعني اللي احنا دخلناه ماشي. السطر ده سيستم دوت سيت ان بي اي اي اس دي اللي هو البايت اري انبوت ستريم ده، بيخلي لما يجي ينفذ السطر ده، فبدل ما يروح ياخد الحاجه من اليوزر يعمل ايه؟ يروح ياخدها من الانبوت ستريم اللي احنا مدخلين له فيه السترنج اللي احنا حاطينه بايدينا. حلو كده؟ وضحت ولا لسه؟ اه تمام يا باشمهندس، الشكر. حد يا جماعة تاني في حاجة مش واضحة، مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ ها أظن سهلة صح؟ طيب هسيبكم بقى 10 دقايق، اعملوا على الأقل، المفروض مطلوب 5 ماشي، بس على الأقل اعملوا شغلوا تيست كيس واحدة وتأكدوا ان هي شغالة تمام. تمام؟ هسيبكم 10 دقايق. في شروط للتست كيسز ولا اي حاجه؟ يعني لا، اعمل تيست كيس بتكفر الحاجه اللي احنا بنعملها تيست. هو الريكويرمنت اللي معاك ان الفانكشن دي بتعد الديجيتس اللي في اليوزر، في الرقم اليوزر بيدخله. ما هي النقطه برضو، ينفع الرقم يكون اوله صفار؟ ينفع الرقم مش عارف يكون، جرب ما ينفعش هو الرقم. ما حطش ليميتيشنز، هو ما حطش ليميتيشن. ما ينفعش. مين قال ما ينفعش؟ الفانكشن ما اشتغلتش يعني ولا ايه اللي حصل؟ جربتها مش هتطلع ارقام صح، اصل هي بتقسم كل مره على 10، فلو اول صفر مش هتعرف. ليه بص اهو، انا جربتها اهو، بص كده جرب. هو الصفر على الشمال مهمل، خلي بالك لو دخلت 0 1 2 3 هيطلع لي 3 ماشي. ما هو لو حطيت مثلا صفرين خمسه، يعني الصفرين الاولانيين دول مش هنعتبرهم رقم، مش هيعتبرهم جزء من الرقم. عاوز تجرب ايه بقى؟ يعني مثلا صفرين للشمال، صفرين 5 2 2 6 6 كده، 6 ارقام. 5 2 2 6 6 كده؟ 5 ارقام. لا هما كده 6، صفرين 5 2 2 6 6. هو اي حاجه مش تفرق، هو النقطه اللي هو عدد الديجيتس اللي في الرقم ده 5 اللي هما دول. اي ان دي حقيقيه. لا أيوة، اللي هي الارقام الحقيقيه. الاصفار دي ملهاش لازمه. تمام يعني ماشي يا شباب.
طيب نرجع بقى 12 الا ربع وكده الداتا بيز هتبدا 12 ونص ماشي. الناس بتاعت رابعه هنا صح؟ يعني اللينك وصل لكم. احنا هنا. تمام اوكي ماشي. نرجع برده تاني الساعه 12 الا ربع ماشي. انتوا عملتوا ايه ونكمل البيت اللي بعده. لو حد عطلان في حاجه يقول انا موجود معاكم في الميتنج يعني. بس يستحسن توقف الريكورد ان الحته دي ملهاش لازمه ماشي. احنا ممكن نستوب الريكورد كده ونريكورد لما نرجع تاني هنظبطها. باشمهندس انا عندي سؤال. اتفضل. لما جيت ارن الكود عشان اعمله تيست في الاوت ستريم بياخد لازم ادخله الانتر نمبر اللي كانت موجوده في الميل. ايوه عشان كده انا عمل لكم انت اعمل لك. ايوه انا عملت كده برضه بس مفيش طريقه اخليه ياخد يعني يمسح الاوت ستريم بتاع الانتر. ممكن تدخلي في الحاجه اللي بيقارن فيها. اصل هو بيقارن ايه كل الاوت بوت اللي طلعوا له صح؟ مش احنا بنعمل كده بنسحب كل الاوت بوت وبنعملها ريدايركت عندنا في الاوت بوت على كل ايوه كل اللي في الكونسول بيطلع بالظبط. فممكن تاخدي انتر ا نمبر دي معاكي بس دي حاجه ريدندنت يعني. مهندس اتفضل. انا مش فاهم السطرين بعد ما لدينا مين اللي هما السطرين بتوع الناين والاكتشوال ناينز والاكتشوال كان بيعملوا ايه؟ طيب سوين. بص اللي هو عامله ده ممكن ايه مالكش دعوه بيه يعني. السطور اللي هو كاتبها دي كل ده ملهاش لازمه عشان هو بيتست حاجه غير اللي احنا بنعملها ماشي. فانت ممكن تعمل ايه بقى يعني انت كل اللي محتاجه عشان تجيب الاكشوال baos.toString بس كده ده اللي انت محتاج. مش محتاج اي أيوة حاجه من الصغير بقى دي. تمام ماشي اوكي. هو انا بعت اشيلهم يا باشمهندس مش هيكون في مشكله. ايه المشكله؟ هو عشان اخره بيكون سلاش ار سلاش ان فبيحط حاجه متهيألي في اخر السترينج غلط زياده عن الانتر ا نمبر او بعديها الرقم. مش عارف ايه دي مشكله عندي انا ولا ايه. طب شاير شاير كده ورينا ايه المشكله. هو انا كده شايفت ماشي. قول بقى. هو نفس بالظبط الكود اهو دوست ارقام انتر نمبر 6 بس شلت اللاين اللي هو كان حاطه فوقيها سيبت سترينج اكشوال سترينج على طول. لو جربنا نعمله هيفشل. وريني المين بتاعتك. هو نفس المين بالظبط. شفت بقى الغلطه فين؟ حد يا جماعه يعرف يسبوت الغلط؟
ها هو ما عملهاش كفانكشن نو تقريبا. نو 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 لا 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 لا، هو عمل صح بس في غلطة في سطر 15 في المين عنده. ها ماشي. لا لا انت بتعمل ايه، مش غلطة، مش هنا. انت بتبرنت لاين، بتطبع لاين، ففي سطر يعني برنت بس معك. برنت بس، شيل كده وجرب. شو هو هو فعلا كان بيطلع لي سلاش ان سلاش ار زياده. بس كده. طيب بما انك بقى مشاير وحلتها، يعني اشرح بقى لزمالك انت عملت ايه. هو انا نقلت الكود بس، يعني هو دوت اليوزر انبوت، اليوزر انبوت دوت بيتحط في بايت اري انبوت ستريم، بنحول دوت بنحول اليوزر انبوت دوت لبايتس، وبعد كده بنحطه في انبوت ستريم. انبوت ستريم دوت بنشيله عندنا، او بشكل ادق بنحطه في السيستم انبوت ستريم. يعني بتغير الانبوت ستريم بتاع السيستم من الستاندرد بتاعه اللي جاي مثلا من الكونسولز للي انا بعته له. ماشي يعني لو كتبت اي حاجه هنا وبعتها للسيت ان ديت، هيبعتها كاني بعتها من الكونسول. مظبوط. وبعد كده حطيت اوت ستريم. لا دي مش حطيت اوت ده هسحب ستريم، عليه الاوتبوت بقى، هسحب عليه الاوتبوت. عملت كلاس جديد هسحب عليه الاوتبوت. والمفترض الكلاس اللي هسحب عليه الاوت دوت لما اجي اسحب منه، اللي هو ست كده الاوت ستريم اللي هيتسحب من اوت بيتحط على الستريم دوت اللي انا لسه عامله حالا. فالمفترض يماتش مع الاكسبكتد اللي هو انتر ا نمبر، وبعد كده بعديها بص ستة سطر ممكن نشوف. 22 ده خده كده كات، حطه تحت ايه، حطه تحت سطر 29 تنظيم مش اكتر. 29 هو انا عشان نقله تمام، عشان بس ان ايه، انت في الاول بتسيت الانبوت، تحت بتسيت الاوتبوت، بترن الابلكيشن، بعدين بتقارن الاكشوال بالاكسبكتد. ماشي، هات الكود بقى كده في السكرين بقى. ايه حد يا جماعه عمل حاجه غير كده، او حد طلع عنده مشاكل؟ المشكله كانت مع زميلكم هنا طبعا، هو السطر اللي هو 9 ده انتر نمبر، فعشان هي طلعت على الاوتبوت لازم تحطها انت كمان عندك في التست كيس. ماشي، فلا اما تشيلها خالص وتشيلها من التست كيس، او تحطها وتحطها في التست كيس. ماشي، طبعا البرنت لاين كانت عامله له مشكله، ان هي كانت بتطبع لاين جديد مع الاوتبوت، فكان يجي يقارن كانت بتعمل له مشكله، كانت بتطلع غلط. هي مش هتعمل غلط قوي، هي بس هتزود سلاش ان سلاش ار، فلو خدنا اول جزء هيطلع صح. مظبوط، ايوه، فلو انت قطعت الاوت بوت ده وخدت منه اول حته هيطلع مظبوط، يعني مفيش مشكله. طيب هات بقى التيست معلش اللي انت عملته. ايوه بس كده تمام. يا شباب حد عنده مشكله؟ مين مش شغاله معاه لسه لحد دلوقتي او بتطلع له ايرور؟ يا باشمهندس انا عندي عامل برنت لاين وشغال عادي يعني. لا ورينا، ورينا انت عامل ايه. لو شايف كده الاكليبس شايف. انت مقطعه، انت مقطع اللاينز وخدت اللاين اللي انت مهتم بيه، فخلاص اوكي مفيش مشكله يعني. صح تمام كده. تمام. طيب يا شباب حد تاني عنده مشكله؟ انا عندي مشكله. قول. انا كل مره بعمل رن وبرضه مش راضي يشتغل. طب وريني. طيب جميل، بص كده لما تلاقي لك مشكله زي كده بص على الاوتبوت اللي طلع بيقول لك ايه، انتر ا نمبر 1 ده الاكسبكتد بات ووز انتر ا نمبر 0، فكده في حاجه غلط. ورينا كده بقى التست كيس اللي انت عاملها. بص بقى انت مدخله 0، عدد الديجيتس اللي في 0 0 فاهم، الرقم اللي فيه 0 ده عدد الديجيتس اللي فيه 0، فدخل بدل ال 0 ده 4 مثلا. ما ينفعش 0 ده اصلا يبقى ديجيت لوحده؟ إيه لا، هو في الفانكشن المعموله دي هو بيعد الديجيتس الحقيقيه، تمام. اي صفر على الشمال مش بيتعدل. انت كده كانت مشكلتك في التست كيس انت عاملها غلط. تمام كده. رن كده
مظبوط كده. ماشي مظبوط. ماشي مين تاني يا جماعة عنده مشكلة؟ طيب قول قول شوي، كنت هتقول حاجة؟ ماشي. طيب حد بقى يقول لي ازاي نتست كلاس زي ده؟ تعالوا بوريكم انا ايه، انا عملت ايه، انا عملت زي اللي زملكم عملوا يعني. فهو طالب 5 تيست كيسز، بصوا كده، ده الانبوت وحطيته في الـ في الانبوت ستريم، بعدين ده الاوتبوت، وبعدين رنيت المين ماشي الطريقه دي، رحت ساحب الاوتبوت وقارنته مع الاكسبكتد بس كده. فلما نيجي نران الكلاس ده او اليونت 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 تيست دي هتبص تاني. ما تنسوش طبعا تحطوا المسج عشان لو طلعت ايرور تعرفوا الايرور في انهي تيست كيس بالظبط. ده كلام سهل صح؟ طيب دي كده تيست كيس واحده سيمبل تيست كيس عملناها تيست. ايه تاني تيست كيس ممكن نعمل لها تيست؟ مين عارف؟ ها ممكن ادخل له سترينج فاضي مش ارقام. اعمل كده. حصل معاك ايه بقى لما تعمل كده؟ ما جربتش ثانيه واحده جربها. انا حصل لي اكسبشن. ايوه لانه لما يجي يعمل اس دوت نيكست انت مفيش انتجر عنده يسحبه، فعمل ثرو اكسبشن. فدي كده ايه، دي تيست كيس مش كفرد يعني، فهو المفروض اليوزر عليه على الاقل يدخل حاجه، مش ينفع يسيب الانبوت ستريم فاضي. ممكن تتست اللي زميلك عملها من شويه الصفر، هو كان مدخل صفر، فالصفر فيه كام ديجيت؟ فيه صفر ديجيت، فدي تيست مثلا ثانيه. فاحنا هنتست السمبل كيس 1 2 3 مثلا، تستها مع ان هي 3 ديجيتس والصفر المفروض يدينا صفر. ايه تاني ممكن تعمل؟ تيست لرقم كبير جدا ماشي، وتقارن الاكسبكتد ديجيتس بتاعه. ممكن تتست حاجه فيها اصفار على الشمال المفروض ما تتعدش، يعني 0 0 1 المفروض يديك ديجيت واحدة صح؟ فالتست دي ممكن تتست ايه؟ 1000 او 2000، يعني حاجة فيها اصفار كتير على اليمين وفي رقم في الاول صح كده؟ عكس التست اللي احنا عملناه اللي هو 001، تتست مثلا ايه 1000 المفروض بقى يعد كل الديجيتس دي. حد عنده تست تاني؟ حاجة نيجاتيف؟ حاجة نيجاتيف ماشي. هتطلع معاك ايه بقى؟ جربها كده وقول لي انت. طلعت صح. سالب 1000، سالب 1000 طلعت معاك كام ديجيت؟ جربت سالب 007 طلعت 1. ماشي صح زميلكم، فكرنا نكبر السالب مظبوط. ده كده كان اول جزء في اللاب. حد يا جماعه عنده فيه مشكله؟ ها هو بس هو انا المفروض مدخله الانبوت 1 2 3 ومدخله الاكسبكتد يكون 3، بس هو بيطلع لي ان يحصل فيلر. طب ورينا شويه. ظهر لحضرتك؟ بصي عشان انتر ا نمبر دي واخده بالك، يعني شايفه كده الفيلير تريس دي طالع فيه ايه؟ الاكسبكتد 3 بس اللي طلع انتر ا نمبر 3 واخده بالك، ففي كلمه انتر ا نمبر دي ناقصه، فاما تشيليها من البروجرام او تزوديها على الايه على الاوت ماشي، وزوديها بنفس الطريقه يعني حط السبيس الصح وحط الكابيتال. طب انا مش فاهمه هو ليه اخد انتر ا نمبر دي انها او يعني حاجه اكسبكتد. مش هات فاهم. هات الكود، هات الكود. طيب الكود بتاع الايه؟ ايوه بصي انت مطلعه اصلا على الاوتبوت اهو انتر ا نمبر. هو على فكره هو ما بيعرفش حاجه، هو بيسحب اللي على الاوتبوت ده وبيكارده، فانت مطلع تو اوتبوتس انتر ا نمبر والرقم اللي تحت اللي هو الثلاثه، فهو مستني السطر ده كله على بعضه. اوكي تمام فهمت. هو بياخد كل اللي على السكرين المفروض يطلعه له. بالظبط، ما ده اللي احنا بنعمله. احنا بناخد كل الاوتبوت نطلعه في سترنج ونقارنه بالاكشوال بالاكسبكت، فالسترنج ده لازم يكون زيه بالظبط. اوكي فهمت شكرا.
باشمهندس معلش، هو برنت ستريم ده كان كن يعني احنا بنستخدمه ليه بالظبط؟ برنت ستريم اه ثواني ماشي. طيب ال output stream انت عامل له اللي هو byte array output صح، وده اللي انت بتاخد منه ال output، فلازم تبصيه ل print stream، وال print stream دي السيستم هيطلع عليها ال output فيطلع ال byte array output stream. تمام فهمت ال sequence ماشي ازاي؟ اه فهمت، يعني اعتبرها في النص كده ايه كوبري في النص كده عشان يعدي الاوتبوت بتاع السيستم ده يروح البايت اري اوتبوت ستريم، لان السيت اوت بتاعت السيستم دي بتاخد برنت ستريم. ماشي طيب تعالوا بقى نكمل الجزء الثاني، ناخد بقى حاجه ادفانسد شويه في الايه في الجي يونت. ثواني هشير. طيب واحده واحده بقى نفهم، احنا قلنا انتوا عارفين طبعا من الاول الجيونت عباره عن ايه، عن فريم ورك صح بيساعدك تعمل تيستنج. هو انت اصلا ما بتعملش حاجه، هو اللي بيعمل لك كل حاجه، انت مجرد تكتب التيست بتاعك هو مسؤول عن كل حاجه في الايه، ان هو يشغل لك التيست ده مظبوط. فده مثلا كلاس احنا عاملينه اهو اسمه MassUtils ماشي، وحاطين function add function subtract divide وهكذا بقى ماشي، شوية functions. حضرتك تروح عامل MassUtils test ده، تروح حاطط فيه function تتست ال add سميها test add مثلا، function تتست ال subtract، function تتست ال divide صح، ده اللي احنا بنعمله صح كده. سؤال حد سأله حد دلوقتي، ازاي اصلا بيحصل الرن؟ يعني مين بقى اللي انت كل انت بتعمله تيجي في التست دي تروح مكاريت انستنس من الكلاس اللي اسمه MassUtils ده، وتقول في الفانكشن اللي انت بتعملها تيست، وتقارن الانبوت بالاوتبوت باستخدام الاسيرت ايكوالز والحاجات دي. مين اللي عمل رن لدي بقى ولدي ولدي؟ مين؟ ها حد عنده فكره مين اللي شغالها؟ هو جيونت نفسه مظبوط، الفريم ورك نفسه هو المسؤول انت بتعمل كده. فانت بتانوتيت تيست كيس بتاعتك بالتيست انوتيشن ده، هو بيفهم اه انت هترن تيست كيس فبيروح عامل لها ايه رن صح كده. فهو المسؤول ان هو يشغل لك الفانكشن دي بتاعتك بايه اللي انت ما انت عملت لها انوتيشن بالاد تيست دي. فالفريم ورك هو اللي بيشغل التيست كيس دي. في حاجه ثانيه الفريم ورك بيعملها، يعني بصوا الفريم ورك من الاخر كانه بيعمل كود زي اللي انا هكتبه على جنب ده، ماس يوتيلز تيست تيست مثلا ايكوال نيو ماس يوتيلز تيست كاريت انستنس من ال من التست كلاس ده، وهيبتدي يرن التست كيس بتاعتك كده كانه بيعمل كده. فهو مسؤول ان هو يكريت الانستنس دي ويرن لك التست كيس بتاعتك. فالديفولت بيهيفير بقى بتاع الجي يونت ان بيكريت انستنس من التست كلاس ده لكل تيست فانكشن، فالكل تيست فانكشن انت بتعملها بيكريت لك انستنس منه. خلاص تعالوا نشوف حاجه بسيطه كده اوضح لكم الايه. تعالوا بقى ايه نرجع بقى للماسيتلز بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، حاجه بتجمع وتطرح حاجه بمنتهى السهوله ماشي. تعالوا كده نطلع نيو جيونت تيست كيس
نسميها ماس فيلز فدي هنتست فيها الاد سهل بقى الكلام ده بكتب 5 مثلا هنون كريت انستنس الاول من الماسيرز ده لان الفانكشن دي مش ستاتيك اللي اسمها اد مش معموله ستاتيك بعدين نقول ماسيرز اد نديله 2 3 صح كوز expected actual تمام ولو حصل ايرور هقول له ايرور ان ماس فيلز بعد كده يا شباب تعالوا نعمل run عد ده الطبيعي اللي احنا بنعمله زي ما قلت لكم هو بيدخل يكاريت instance لكل test case instance من الكلاس اللي اسمه MassUtils test symbol ده لكل test case ويرنها بالطريقة اللي قلتلكوا عليها يعني بيعمل حاجة شبه اللي انا هكتبها تحت دي بيروح يقول MassUtils test symbol شي كده وبعدين بيقول test dot نستفيد ايه المعلومه زي دي هقول لكم دلوقتي خلاص اللي انا هعمله ده غلط محدش يعمله بس هتورينا اللي بيحصل هعمل تيست كيس ثانيه للديفرنس حاجه اللي بتطلع ماشي خمسة مثلا 8 ناقص 3 كده كل حاجه شغاله تمام اوكي بصوا بقى احنا قلنا ان هو بيجي كاريت لكل تيست عنده بيكاريت له ايه انستنس فلما يجي ران تيست اد هيعمل الحركه دي ولما يجي ران تيست ديف هيعمل برده نفس الحركه كاريت انستنس ثانيه من الماس يوتيلز تيست سيمبل دي وران عليها ايه تيست ديف صح تعالوا بقى نشوف سيناريو زي ده ماشي هعمل برايفت طبعا ده كلاس من حق يعمل فيه اللي انا عاوزه برايفت انت او انت مثلا ايكوال زيرو ماشي وهستخدم الكاونت زيرو هنا في كل تيست كيس ماشي اف كاونت ايكوال زيرو هنطبع على السيستم دوت اوت ده حاجه باي مثلا كاونت بعدين نخلي الكاونت كولون عدل فيه نفس الحركه هنعملها هناك فان هنا مستخدم برايفت داتا ممبر المفروض ان هو اكسسبل ليهم هنا فالمفروض لما ترن دي نعمل ايه كاونت هيكون بزيرو هيطبع البتاع دي وبعدين يخليه واحد فتعال نطبع كمان وعاملها منين ان تطبع تحت هنا ان ماشي فالمفروض لما يرن دي هيلاقي الكاونت بزيرو مثلا فيروح يطبع البتاع دي وبعدين يخلي الكاونت بواحد طب لما يجي رن دي بقى ايه اللي هيحصل من المتوقع ها هي ليها بزيرو برضه ليه بقى تعال نرن ونشوف بص طبعا كاونت ايكوال زيرو تيست اد كاونت ايكوال زيرو تيست ديف حد عارف ليه بقى طلع المنظر ده مع ان هي فوق في تيست اد لو بزيرو انا مخليها 1 اهو مخليها 1 ليه بقى لما راح رن تيست ديف برضه دخل جوه دي
عشان دي instance تانية ولا؟ مظبوط، ده الكلام الصح بقى. عشان لما هو لما جه رن دي function test دي عمل instance من الماس utils test symbol و run الفانكشن دي على الانستنس اللي هو كريت. لما جه رن دي عمل انستنس تانية ملهاش دعوه الانستنس اللي انت عملتها فوق في التست اد ورن عليها دي، فالممبر اللي هنا غير مختلف عن الممبر اللي هنا، كل واحد في انستنس مختلف، فدايما يفضل بيزيد. فاللي انا عملته ده غلط واياكوا تعملوه، لان انت كده بتخلي التست كيسز ديبندنت على بعض، انت ما تعرفش اصلا هو يرن دي الاول ولا دي الاول، فانت المفروض ما تخليش التست كيسز ديبندنت على بعض خالص، ملوش علاقه ببعض اصلا، اللي بيحصل هنا ملوش علاقه باللي بيحصل هناك، ما يعملش الحركه دي خالص. خلاص انت بقى تعال بقى نرجع للشرح تاني. فاحنا كده فهمنا اللايف سايكل في الانيشاليزيشن عامله ازاي. فدلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها اللايف سايكل هوكس. لايف سايكل هوكس دي بتديك الجي يونت بيديك حاجات عشان تتحكم في اللايف سايكل بتاعت التست كيس من اول ما تتكريت لحد ما تحصل لها ديستركشن. ماشي، عندنا بقى كام هوك اللي هناخدهم في اللاب؟ عندنا اربعه. عندنا بيفور اول بي بيفور اتش، وفي after all و after each. دي عبارة عن annotations بتحطها على functions بتاعتك عشان تعمل حاجة معينة. فال before all دي annotation لما تحطها على function دي بتتنفذ قبل أي function ما تتنفذ في test cases. فلو أنت عملت function كده وحطيت عليها before all سميتها void init مثلا، دي هتتنفذ قبل كل التست كيسز اللي فوق دي ما تتنفذ. ماشي، before h بقى من اسمها بتتنفذ قبل كل واحده من التست كيسز دي ما تتنفذ. تعال نجرب ونشوف الفرق. ماشي، فانا دلوقتي هعمل ايه؟ for all نسميها void net all. ماشي، انا بشتكي ان البيفور اول دي مش موجوده، فنعمل لها امبورت. تمام، تعال نطبع بس، تعال نشوف ايه، نطبع بس حاجات بسيطه كده. هنا تعالوا نرن كده، تعالوا نرن، تعالوا نطبع هنا حاجة جوه الاد لبرنت لاين. ماشي، تعالوا بقى رن. متوقعين ايه من اللي احنا فاهمينه؟ ان هو في الاول قبل ما ينفذ اي تيست كيس هيروح عامل رن لدي، صح؟ وبعدين رن اللي عليها الدور بقى، بس قبل ما ينفذ اي واحده فيهم هيرن دي. تعالوا نرن. قبل ما ادوس رن متوقعين ده هيفشل ولا هينجح؟ انا مش فاهمه ان هو هيفهم ان هي احنا ما عملناش انوتيشن انها ده تيست كيس مثلا، هو هيفهم انها تيست كيس ولا مش عارف؟ هيفهم، هيفهم ان هي بيفور اول دي بتقول له ايه، رن دي قبل اي تيست كيس ثاني. احنا بنستخدم بيفور اول، بيفور اول امتى؟ لما نكون عاوزين نعمل انيشاليزيشن مثلا، وانت بتست فانكشن فيها ريسورسز فنروح نستخدمها. ماشي، المفروض ما تكتبيش تيست هنا. ماشي، المفروض ما تكتبيش تيست هنا. اوكي، يعني بيفور اول والافتر حاجات دي بتبقى حاجات انا محتاج اعمل لها بروسيسنج مش تيست. بالظبط بالظبط، تمام. بصوا كده، هرن ضرب حد عنده فكره هو ضرب ليه؟
لا يا باشمهندس، مش المفروض يعني اكون جوه اندهله مثلا على فانكشن اللي هي زي الاد او الديفرنس والكلام ده؟ نو 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 ادي يعني بص الايرور طلع ايه، بيفور اول ميثود void مش عارف ايه must be static، must be static ليه؟ تعالوا بقى لما نخليها static هتلاقي اشتغل. بصوا كده تعالوا لكم ليه طلعت كده وران تمام. بصوا اللي حصل ايه، running before all عمل run للفانكشن دي، وبعدين عمل run لكل test cases بتاعته. ليه دي static؟ تعالوا نرجع لللايف سايكل بتاعت التست كيسز. احنا قلنا بيحصل ايه، هنكتب تاني على نظافه كده، ادي الكلاس اللي بتعمله تيست، ده الكلاس اندر تيست مثلا كلاس الماس يوتيلز ماشي، و مش عارف ما كتبش ليه بس ماشي، وادي الكلاس اللي انت بتعمل بيه تيست ماس يوتيلز تيست، وادي فانكشن اسمها اد اهي، وانت عامل لها ايه استاد هنا. فزي ما قلت لكم الجيونت بيروح عمل رن لل كاريت انستنس، يبقى بيكاريت انستنس من الكلاس ده، بعدين بيرن لو سمى الانستنس دي تيست بيرن عليها تيست بتاعك. بيفور اول دي بتتنفذ امتى بقى؟ دي الخطوات بتاعت before all بتتنفذ اني واحده في دول بقى، بتتنفذ قبل واحد، فبيفور اول بتتنفذ هنا، الانستنس مش متكريته لسه، فعشان ما حصلش مشكله ويدي الاكسبشن الايرور اللي طلع ده تخليها ستاتيك، لان انت الفانكشن الستاتيك مش بتحتاج ان انت ايه تكريت انستنس من الكلاس عشان ترنها صح، ممكن ترنها عادي ماس يوتيلز تيست دوت اسم الفانكشن الاستاتيك دي صح، فهو بيعمل كده لانه لسه ما كريتش الانستنس، فبيفور اول بتتنفذ قبل ما كريت الانستنس من التست كلاس. تعال نشوف بيفور اتش، احنا قلنا بيفور اتش دي بتتنفذ امتى، بتتنفذ مع قبل كل فانكشن بقى، مش لازم تبقى ستاتيك لان ساعتها خلاص بيكون كريت الانستنس بتاعه ماشي. طب برضه نعمل له امبورت running before واقعين تطلع كم مرة؟ مرتين. مرتين صحيح. before all دي هتطلع في الأول، وبعدين قبل كل واحدة من دول هيطلع بإيه؟ الانيت بتاع الإيتش ده صح؟ نعم بالظبط. run كده بصوا ثواني اهي before all init اتعملت قبل ما يران تيست اد دي، عمل بيفور اتش ان قبل ما يران البيفور قبل ما يران تيست ديف عمل بيفور اتش ان. طيب ايه تاني في اللايف هوكس اللي عندنا؟ عندنا افتر اول دي بتتران بعد ما كله يخلص، وافتر اتش بعد ما كل واحده تخلص ماشي. تعالى برضه نجربهم كده، ناخد دول كده كوبي for each role نعمل import ماشي هنا
ماشي. واقعين اللي هيحصل ايه؟ هنرن بيفور اول الاول، بعدين قبل ما نرن كل واحده هنرن بيفور ايتش، بعدين نرن التست كيس، بعدين افتر ايتش، بعد ما كلهم يخلصوا هنرن افتر اول. هتاكد بقى من الكلام ده. بصوا كده، ادي بيفور اول الاول، قبل ما يرن التست اد عمل بيفور ايتش وافتر ايتش، تست ديف قبل ما يعملها رن عمل بيفور ايتش وافتر ايتش، في الاخر خلاص لما كله خلص عمل ايه؟ افتر اول. تمام، وافتر اول برضو استاتيك. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ حد مش فاهم حاجه؟ نستفيد ايه بقى من حاجه زي كده؟ لا نستفيد كتير. شايفين اللي احنا كنا قاعدين بنعمله ده من شويه؟ احنا عايزين نعمل تيست كيس ثانيه، هتعملوا ايه؟ ها ممكن بدل ما نست كل مره الانبوت ستريم ونحط فيه حاجات، أيوة. نعادل بس الحاجات اللي هندخلها كل مره. ايوه بالظبط، بدل ما تقعد تعمل كل شويه الكلام ده، لا انت كل مره بص اصل انت لو انت عاوز تكرر تيست كيس ثانيه تروح واخد كل ده كوبي ومكرره. يلا نشوف المشاكل الانضف بقى. هنعمل ايه؟ هكريت 3 ممبرز، واحد للبايت انبوت ستريم، واحد للبايت اوتبوت ستريم، واحد لليوزر ايه. في البيفور ايتش هعمل ايه؟ هعمل دي، هقول البايت انبوت ستريم هكريته من الاول وست الانبوت. وبعدين بايت اوتبوت ستريم هكريته وست الاوت زي ما احنا عارفين، جبت الحاجه المشتركه يعني ده بيفور اتش قبل ما يران كل تيست كيس يران دو. وهنا بقى التيست كيس بصوا بقى بشكلها عامل ازاي، عملت اليوزر انبوت خلاص بصيته بس للانبوت ستريم ورنيت عادي بقى وكرنت بعد ما خلصت. لذلك هنا غيرت اليوزر انبوت بصيته للانبوت ستريم وكملت. دي بدل ما انت هتمسك دي بقى تقعد تكررها، شايف دي كام سطر دي؟ حوالي 10 سطور مثلا ولا 11 سطر. خلصت في 6 او 7. ماشي؟ وخدت الحاجة اللي أنت عاوزها بس يعني. فأنت كده نظفت، عملت ريفاكتور ونظفت الدنيا أحسن، وعملت اللايف هوكس مظبوط. في حد عنده مشكلة يا شباب؟ طيب. حاجة تدوروا عليها، عاوزين نعرف بقى ازاي، عاوزين نلعب في اللايف سايكل بتاعت الايه، بتاعت التست دي. احنا مش قلنا بيكاريت انستنس لكل فانكشن لكل ميثود لكل تيست ميثود؟ طب انا لو مش عاوز يعمل كده، انا عاوز يكاريت انستنس واحده ليهم كلهم، اعملها ازاي؟ سيرش عليها بقى، سيرش على الحته دي. ماشي. طيب ملحوظه ثانيه قبل ما نقفل اللاب، كملوا بس قرايه فيه كده، بشرح لكم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه. في ملحوظه مهمه جدا هنا قايله، لو انت عندك كلاس زي ستودنت مثلا، لما تيجي تاثرت فيه ايكوالز هتعمل لك مشكله. حد عارف ايه هي؟ لو انت جبت ستودنت A وستودنت B والستودنت ده جواه نيم واي دي وديت وحاجات من دي، لما تيجي تعمل اثرت ايكوالز بالطريقه دي ايه المشكله فيها؟ الريفرنس. ان هو كده كلاس، فالاحسن في الاسيرت ايكوالز ان انت تقارن فيلد فيلد، او تعمل ايه بقى؟ ماتشنج فانكشن عشان تعرف ازاي هتقارن. تعمل فانكشن اسمها الايكوالز، تعمل لها اوفر رايد، وساعتها هي اللي ايه في الايكوالز دي تقارن انت فيلد فيلد بنفسك. ماشي. فالاسيرت ايكوالز بتستخدم الايكوالز فانكشن اللي في الكلاس عندك، لو مفيش يستحسن ايه اعملها، اعملها عشان تقارن فيلد فيلد، تقارن الاي دي، تقارن النيم والحاجات اللي جوه الستودنت. في بقى حاجه اسمها assert same. assert same دي بتتشيك بالايكوال ايكوال ده. فبصوا assert same تشتغل امتى صح؟ لو هما نفس البوينتر، ملهاش دعوه بالداتا، مش بتقارن الداتا، بتقارن البوينترز، مش بتقارن الادرس بتاع student 1 وstudent B ده. فلو هما نفس الحاجة هتشتغل صح، لكن assert equals دي بتستخدم الايكوالز. ماشي.
ولو مش موجود اعمل لها انت اوفر رايد عشان تستخدم. خلاص يا شباب اللاب النهارده اللي شرح مهم، تعلمنا فيه شويه حاجات كتير، تحسن شكل التست بتاعك، تفهم اللايف هوكس ماشي ازاي، اللايف سايكل بتاعت التست كيس بتاعتك، وهتخليكم تكتبوا التست كيسز اللي انتوا بتعملوها دلوقتي بشكل انضف، تحسنوها عن اللي انتوا كاتبينها، هتلاقوكم مكررين حاجات كتير صح عشان بتقروا من فايل وبتطبعوا في فايل وحاجات كده. تمام. والريبورت بتاعكم بقى ان ايه، ان احنا اشتغلنا ده، تعملوا ايه 5 تيست كيسز زي ما عملنا. حد عنده سؤال؟ باشمهندس، احنا في التيست كيسز بتاعت البروجكت المفروض ان احنا لما نيجي نعمل مثلا عايز احط داتا عايزه تستاهل، هقرا برضو من فايل ولا انا هسيت سترينج على طول اقول له دي الداتا بتاعته وشوف بقى هو الاكسبكتد بتاعه ايه؟ ممكن تعمل فايل تيست بي، تقرا منه وتدخل الانبوت للفايل ده للفانكشن. يعني انا هيبقى مثلا عندي تو فايلز يعني ولا لا هو فايل واحد؟ اه تمام. او ممكن تريد يعني ممكن طريقه تيست ثانيه، ايه مش هو المفروض هو بيقرا من فايل وانت عاوز تيست كيونت تيست، ممكن تريد دايركت بدل ما يروح ياخد من فايل ياخد من الانبوت اللي انت هتدخله زي ما احنا عملنا من شويه، هتبقى بنفس الطريقه بتاعت الانبوت. اه ممكن تجرب دي كمان برضه. تمام كده يا شباب، اشوفكم بقى بعد 10 دقايق في الداتابيز، ابعت لكم اللينك ولا نعمل على نفس الميتنج؟ خلينا بعد 10 دقايق على نفس الميتنج وخلاص، ونبقى نعمل ريكورد تاني. ماشي مع السلامه.